منذ الأثر الأول للقدم الأولى إلى الأيادي التي هندست الخشب بنهمة الأويامال على أشرعة ومجاديف البوم والشوع والسمبوك، حاملة صدى نغمها الخالد في أعماق الخليج حيث تسكن حكاية اللؤلؤ. بين كل تلك القصص المكتوبة والمحكية كانت الكويت وكان وطن النهار الذي يحتفل في 25 من فبراير بعيده الوطني، وهو عيد مواصلة البناء على سلم الحضارة وسط نهضة أسستها قاعدة متينة في إدارة الشؤون الداخلية وأخرى في منظومة السلام العالمي، والأخيرة كانت مفردة التقاطع الأكبر مع السلطنة حين حمل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخوه سمو الشيخ أمير الكويت حقائب الحلول لقضايا المنطقة، فكانا قطبي الوئام والالتقاء. من هاجس الأخوة ذاك وروح المسؤولية تلك وصلت العلاقة بين البلدين نموها، وهي علاقة توصف بأنها خارج الطابع التقليدي، مكنها الشعبان الشقيقان من الوصول إلى آفاق أرحب من القرب وأوسع في المكانة في إطار خصوصية خليجية تحمل فكرة الخير أينما حلت وارتحلت. علاقات البلدين طبعا علاقات متميزة، علاقات متجذرة، علاقات قديمة بين البلدين، يرعاها كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح وصاحب الجلالة، وسيستمر إن شاء الله في رعايتها ودعمها، وأيضا بحكمتهم أيضا إن شاء الله اهتمامهم أيضا في بالنسبة لمنطقة دول الخليج والدول العربية والمشاورات فيما بينهم فيما يتعلق في مصالح هذه الدول جميعا، دول الخليج بالذات وأيضا الدول العربية. الآن وبعد عقود اللؤلؤ يتواصل العمل المشترك بين البلدين الشقيقين عبر لجان مشتركة تقود مسيرة العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والخدمية والبيئية وغيرها من المجالات التي أكدت وتؤكد حضور الفرص الواعدة لتوسيع وتعميق التعاون المشترك بما يعود نفعه على الشعبين بشكل خاص وشعوب المنطقة بشكل عام. الحقيقة عندنا المشاريع في سلطنة عمان كثيرة الحمد لله، بداية من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كان عنده تقريبا لا يقل عن 23 مشروع، ولله الحمد أغلبها أنجز. هناك مشاريع أيضا استثمارية سواء كانت من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والحمد لله يعني هذه المشاريع كلها ناجحة والمشاريع في زيادة. نحن نسعى ونطمح لأن يكون هناك الكثير والكثير من الاستثمارات الكويتية في سلطنة عمان. هي ثنائية الوفاء المتبادل، الثنائية التي أثمرت إحدى نتائجها مؤخراً عن توقيع اتفاقية مصفات الدقم بتكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار، تقام مناصفة بين البلدين على سواحل بحر العرب حيث ولدت مدينة الدقم التي ينتظر أن تكون واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة والعالم. آخر المشروع الآن تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي هو مشروع مصفات الدقم، وهذا مشروع ضخم جدا تكلفته لا يقل عن 8 مليار دولار، هو مناصفة بين دولة الكويت وسلطنة عمان، وأيضا الحمد لله سيكون هناك تكملة لهذا المشروع بإذن الله بعد انتهاء من هذا المشروع، وأيضا راح تكون تكلفته تقريبا بهذا الحدود من 7 إلى 8 مليار، يعني التكلفة كلها الإجمالية في منطقة الدقم راح تكون أكثر من 15 مليار دولار. هو البحر إذن شريك المسارات بعمقه، اشتدت وتآزرت سواعد العلاقات بين مسقط والكويت، ومنه وعبره ستكون سفينة العلاقات راسخة الأركان مكتملة الإتقان أصيلة البنيان.